جماعة اللغة العربية ما بنسترجي نحكي. المعوذات هي يعني من الهدايا التي أكرم الله بها أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وللأسف في الوقت عينه كانت مادة، أو كانت للأسف عند بعض الدجاجلة كانت أداة يعني هامة ومادة خصبة للدجل. ذاك أن أول ما تجلس مع هؤلاء يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم انسحر، ويقول لك من أسباب نزول المعوذات أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر. كيف بدنا نرد على هذه الأمور؟ الآن شوي بتكون طوري بالكم علي، رح فصل تفصيل، أسأل الله أن يكون غير ممل بإذن الله تعالى في مسألة سحر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بادئ ذي بدء، لو فتحت المصحف على قل هو الله، على قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، شو بتكتبوا؟ شو بتقرأوا مكتوب فيها أبو بدر؟ شو مكتوب؟ مكية، صح؟ وأنتم قرأتم في كتب التفاسير أن لبيد اليهودي أخذ مشاطة وحطه ببئر، وسيدنا جبريل خبره وكذا ونزلت المعوذة، هيك تقرأوا. طيب كيف هي مكية؟ نزلت بمكة. وكيف أنها من أسباب نزول سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذين قالوا بسحر النبي ردوا على هذه الإشكالية كالتالي، قالوا هذه من السور التي تكرر نزولها، قول، وهذا يعني رأي. لكن الرأي الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الإمام أبو بكر الجصاص وهو من أكابر علماء التفسير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يسحر. طبعا هي إشكالية، لأن الله قال على لسان الكافرين إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، فكأن الذي يقول هذا وافق قول الكافرين. واحد. اثنان، السحر يخيل للإنسان أنه يأتي الشيء ولا يأتي ويفعل، هذا لا يليق بمقام النبوة. ثلاثة، أنا لو لقيت الله عز وجل وأنا أعتقد أن النبي ما انسحر، هل هذا يضر في عقيدتي؟ لا. هذا هي مدرسة. مدرسة ثانية قالت لا، ومنهم الإمام أمير المؤمنين في الحديث الإمام ابن حجر يقول العسقلاني بيقول أنه لا، النبي سحر صلى الله عليه وسلم وهو مرض حتى يعلم الأمة من بعده أنه كيف يتعالجوا بالمعوذات. لكن قصة أنه يخيل إليه يأتي شيء ولا يأتي، لا، وإنما كان يعتري النبي صلى الله عليه وسلم تعب، مو أكثر من هيك. هذه مدرسة. أنا بدي أقول أنه ما ندخل بسجال، لو اعتقدت أنه هو مرض عادي وكذا ما خير على خير. لكن السؤال على من يؤثر السحر؟ وعلى من طيب كيف النبي الذي نزل عليه القرآن أصابه السحر؟ وكيف الآن إنسان عادي مجرد أنه يقرأ آية الكرسي والمعوذات ما بيصيبه شيء؟ هناك فريق آخر يعني متطرف في المسألة، يقول إن السحر لا يؤثر إلا على قليل الإيمان وعلى العقل صغير. هذا الكلام فيه تفصيل. عادة لما واحد يكون بعيد عن الله عز وجل أصلا على مستوى الصلوات ما بيصلي صلوات، على مستوى آسف يعني بالتعبير، على مستوى الطهارة شخصية أنه آسف بالتعبير يبول واقفا نصف بولو في ثيابه الداخلية، لا يعتني بالنظافة الشخصية، فهذا أصلا بدون دين وبدون كذا بصير عنده ضيق بالصدر وكآبة. شوف الواحد لما بيتحمم غير شكل، صح ولا لا؟ حتى هذا التعبير القرآني، ونزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت بكم. فسبحان الله، النظافة، ذكر الله عز وجل، صحبة الصالحين من أمثالكم، كلها بتشرح الصدر. أما واحد بعيد عن الله عز وجل، بعيد عن القرآن، بعيد عن الفرائض، ما عم نحكي عن النوافل، هذا بيأثر عليه. الآن خلينا نبدأ ب اللهم صل على سيدنا رسول الله ببعض فوائد هذه السورة صلى الله على سيد البشر. الله الله. أول فوائد هذه السورة الأمر بالاستعاذة بالله عز وجل من كل شرور الإنس والجن. قل أعوذ برب الفلق.
هنا طبعا الفلق فالق الحب والنوى الليل والنهار كذا. الدعوة الثانية أنك أنت تتفكر بهذا الكون كيف. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. طب هون بدي شوي بدي أعلق على موضوع التفكر. التفكر أيها الإخوة الأكارم ليس حكرا على أحد وليس مرتبطا بوسائل معرفة متطورة أو غير متطورة، لأنه كل واحد منا طريقة تفكيره مرتبطة على حسب تراكم المعرفي. لكن مجرد أنه يبذل الجهد بالتفكر كيف عم نتنفس، كيف القلب عم يتحرك، كيف الأمور هي، كيف الليل، كيف النهار، هذا كله شو له علاقة بالاستعاذة بالله؟ قال لأن الإنسان يخاف من الظواهر الطبيعية. الإنسان البدائي إذا قرأتم أنتم تطور الأديان، الإنسان البدائي تبع طرزان وما طرزان والغابة كان يخاف من القمر ويخاف من الشمس، والله قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. الإنسان البدائي ما كان يفهم الظواهر الطبيعية، كان يخاف من أي شيء، يخاف من الريح، يخاف كذا. فالقرآن قال له فكر، بس بدك تعرف أنه كل هذه الظواهر الطبيعية شو إلى علاقة إلى رب واحد وهو الله سبحانه وتعالى، فاحتمي به والتجئ إليه واستعذ به من شر كل ما تخافه. طيب هلأ بتروح لعند واحد يقول لك أخي أنا والله بنتي عم تنخطب كثير، كل ما يجي واحد بتخرب، كل ما بنقدم على وظيفة بعد ما سوينا المقابلات وأمور طيبة وكذا خربت، فلان وعدني بترتيب ترتيب خربت. طيب شو الموضوع؟ أولا طريقة التفكير غلط. شوفوا هي اللي ما عم تتجوز، اما عم تطلب شهر عسل بنيس وبكان وبدها مهر كذا وبدها بيت كذا وكذا، فيعني اكيد ما يعني خليها عندك، ما له علاقه الجن، له علاقه الانس بالموضوع هذا. انا ما والله لا امزح، هذا موجود. النقطه الثانيه بهذه المساله الناس تتعلق بالاسباب وتنسى مسبب الاسباب، مثل ما ذكرنا قصه الشيخ ملا البوطي عليه رحمه الله، قال له يعني سبحان الله انت واثق بهذا، انه لما قلت لك فلان عم يعطيني هيك ترتيب معين انت اطمأنيت، ورب الارباب ما كنت شاكك. يعني للاسف كثير من الناس تتعلق بالاسباب تنسى المسبب، فهذه اشكاليه كبيره. لما هؤلاء الدجاجلة بيكون هو لا بيعرف يقرأ قرآن. أذكر مرة قبل 30 عاما كنت في مكان وإذا قيل لي أنه في فلان جاي من مكان فلان، مين هذا؟ قال هذا ما شاء الله إذا يعني بيطلع ما بعرف بالمقلاية، بيطلع ما بعرف بشو، بيعطيك الأخبار وكذا وبيقول لك. فقلت لهم طيب جمعونا في هذا الرجل ما شاء الله يستشف آفاق المستقبل وأوتي يعني من العلم ما أوتي، خلينا نشوف شو أصلاً. فتت لقيته حاطة سيجارته هيك قدام شواربه مثل غليص، بتعرفوا غليص؟ مع احترامنا لأهل الشوارب وكذا، وسنانه من الدخان يعني كثير هيك أخذ وضعه. يعني أنا ليش عطيتكم هذه الأمثلة؟ لأنه ما في سيما الصلاح. سيدنا علي شو بيقول الله يرضى عنه؟ من أسر سريرة نونية ألبسه الله رداءها. هذا ما في مسحة نور على وشه. قالوا لأنه فلان حافظ قرآن كذا، يعني أنا طالب علم، هذا الحكي كنت طالب بكالوريا. فدخل فهنا السلام عليكم السلام، قال لي النبي انسحر أول كلمة، قلت له صلى الله عليه وسلم أي، وقال لي أنا فك السحر وكذا. المهم سألت أنا قبل ما أدخل شو بيطلب، أقل شيء 5000 ليرة. 5000 ليرة أيام زمان كان سوي 100 دولار، يعني كان يعني راتب موظف، 5000 ليرة كان إلى بركة يعني. فأول شغلة، أول شغلة تعرف الإنسان إذا كان صادقا بده يشتغل لله. ثانيا لما بيعطيك إحساس أنه هو متفضل عليك وأنه بده ينقلك من هذا، بيعطيك أجواء انسى، هذا ليس هناك كما تقول العرب. المهم هذا الرجل لا بيعرف يقرأ قرآن، وصارت الصلاة ومصلي، قال لا أنا عندي عذر. شو العذر؟ ما قال من أهل الأسرار. فهدول أغلبهم مين بروح لعندهم؟
نحن عندنا للأسف ضعيفي الإيمان، يذهب إليهم ضعيفو الإيمان. إذا واحد ما كان عنده إيمان، وصدقا إحدى الأخوات انخرب بيتها بسبب أنه راحت لعند إنسان وكانت تعطيه يعني مبالغ كبيرة ويقول له كذا وما بعرف إيش، وبدي يخلي جوزك يتعلق فيك. لو قرأ القرآن كله، إذا بده واحد يتطلع لبرا راح يطلع شو دخل السحر بالموضوع. أنا لا أبرر النظر إلى الخارج، لكن موضوع ما دخله بالسحر. مو كل شيء ما بنفهمه بنحطه فالمعوذات مو مادة للدجال، المعوذات تقرأها بتحميك لأكبر دجال وبعيد من هون، وأكبر ساحر وأكبر مشعوذ. عندك آية الكرسي والفاتحة، وقل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. هذول خليهم بقلبك بيقين، بتفوت على أكبر مشعوذ لا تخاف. أما هني بيساووا تهيئة نفسية، اوعى بيأذيك، اوعى انتبه، هلا بينخرب بيتك. وهلا من فترة وسائل الإعلام طلع واحد عم يدعي النبوة، أخي لا تحكوا عليه، يصير علينا شيء، يوقع علينا الحيط وكذا. صارت الناس تثق بتخاف من المخلوقين وتنسى الله. أحد أكارم علماء دمشق بارك الله في حياته كان يقول: يا ابني لما يكون عندك آية الكرسي مو سورة البقرة، لو بتدخل على مليون واحد من هدول هو بيخاف منك، بس بتكون صامد. أما بيعطيك حركات، هي هدية اليوم إنك أنت ما تخاف. النقطة الثانية مسألة السحر، تفسيره للسحر. شو هذا السحر؟ شوف القرآن شو يقول في سورة الأعراف: وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. درسنا بالفلسفة من زمان، أنا بكالوريا أدبي يعني، في شيء اسمه الخداع البصري. شو هذا الخداع البصري؟ بتحط أنت العود بالمي تراه منكسرا، أو أنت في السيارة ماشي رايح على أبو ظبي وصحراء بتشوف سراب، حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. هذا الخداع البصري هو السحر، لكن يؤثر على مين؟ هلا أنا إذا اعتقدت أنه أنت حاشاك طبعا تكيد لي أو كذا، فأنا لأني وطنت نفسي على هالموضوع فأنا بتأثر باعتقادي، ولا هو ما في شيء. لذلك بعض يذكر قصة في الأيام أيام العباسيين، أنه أحد الخلفاء العباسيين كان هناك طبيبان اختلفوا، أنه طبيب قتل طبيب بالوهم، أوهمه أنه عنده السم عظيم وكذا. نحن بدنا نجاوز الأمور، يعني بدل أن نشكك بالسنة ويقول لك الناس وصلت للمريخ وصلت للقمر وأنتم لساعتكم تحكوا بأحاديث، بدنا نحن نترفع عن هؤلاء الدجاجلة. عندك قرآنك أنت، ارقي نفسك، ارقي نفسك، ليش تفسح مجال لغيرك؟ تمام؟ خاصة النساء اللي بتروح لعند شيخ، إذا كان هذا الشيخ تقي، إذا كان ما في خلوة شرعية، إذا كان في معها محرم، إذا كان إنسان بيتقي الله. أما واحد كل يوم نقرأ قصص وبعدين ما دخل الشيخ، العلماء ما دخلهم بهالأدول، هذا موضوع، هذا بزنس يعني، هذا تجارة. لذلك بدك تحفظ نفسك من السحر، شوف علاقتك مع الله، شوف يقينك عقيدتك، هذه نقطة مهمة. طيب في حدا منا ما له حاسد؟ ما في إنسان ما اللي عنده حسد، حتى النبي عليه الصلاة والسلام، حتى كان هناك رجل من بني كلب، هذه قبيلة كبيرة، كان مشهور أنه إذا بيطلع على الواحد يقتله بالعين، وكان يرفع الخباء يقول لقومه: أي الأنعام تختارون؟ أي اسم استفهام معرب، هون إعرابه شو إعرابه؟ إعرابه مفعول به مقدم، تختارون أي، أي الأنعام تختارون؟ فكان يقول له هي، فينظر إلى تسقط فيدركونها. طيب بعثوا للنبي عليه الصلاة والسلام، فنزل قوله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، عشان يحسدوا النبي عليه الصلاة والسلام. العين حق حق، أنا أعتقد بها بنص القرآن وبنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن العين لتضع الرجل في القبر والجمل في القدر. تمام؟ طيب كيف أحمي حالي؟ هنا العلماء ذكروا تفصيلا، قالوا على حسب حال الذي ينظر إليك. وأنت هل يعني، كان أحد مشايخ يا أبو عمر يقول: يا ابني ارحموا حسادكم. يعني واحد مثلا عنده خير،
الله عز وجل آتاه بيانا، آتاه مالا، آتاه كذا، هو بده يشارك أحبابه من باب أنه محبة، ما في شيء، لا يريد أن تبقى الفرحة منزوية في صدره. بس ما حدا، هو مو كل الناس بتفرح لك، كان يقولوا أيام زمان ما حدا بيفرح لك إلا مين؟ أمك وأبوك، مين بيحبك؟ هلأ أمثلة كثيرة، أحيانا يكون واحد أنت متعلق فيه وحبيبك وقريب منك، لما مثلا أنتوا الاثنين صرتوا بمجال واحد هنا يظهر الحب. خليني أضرب لكم مثال، لو أن عندنا أستاذان معلمان في الجامعة، الاثنين بيحبوا بعض والاثنين علاقتهم مع بعض ممتازة كذا، فإدارة الجامعة أعطت ساعات هذا المعلم، أخذت من ساعات هذا المعلم أعطت معلم آخر، هون بيظهر الإخلاص والحب، بصير يجد في نفسه ليش عطويا، ليش كذا، ليش ما عطوني، بيحسدوا بعض، بيحكوا على بعض، بيشتغل التآمر، بصير بيبعد، بصير بيدقق، ما هو كانوا رفقات، عرفتوا يعني الكلام هون الحسد، إنك أن تكره الخير للغير. لذلك من لطيف ما قرأت من كلام سيدنا عبد الله بن مسعود، قال لا تعادوا نعم الله، قالوا كيف نعادي نعم الله يا عبد الله؟ قال أن تكره نعم الله على عباده. ألا قل لمن بات لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في عليائه، لأنك لم ترضى لي ما وهب، فكان جزاؤك أن زادني وسد لديك طريق الطلب. وبعض الأدباء كان يقول دع الحسود وما يلقاه من كمده، يخرب بيته هذا من ويل له كذا. حتى في امرأة الله يرحمها كانت تقول يا ابني هذا بيحسد إبليس على اللعنة، إبليس تحسد إبليس على اللعنة، أنا والله صورة بيانية عجيبة، قمة الحسد. دع الحسود وما يلقاه من كمده، يكفيك منه لهيب النار في كبده. هذا ليش عنده السيارة؟ الله يبارك له، الله يهني فيها ويكرمك. هو ليش هيك هذا؟ ليش هذا؟ ليش أولاده مناح وأنا ولا؟ فشو بدك بالعالم؟ دع الحسود وما يلقاه من كمده، بعيد من هون، يكفيك منه لهيب النار في كبده، إن لمت ذا حسد نفست كربته، وإن تركت فقد عذبته بيده. فبدنا ننتبه لما القرآن بيقول ومن شر حاسد إذا حسد، يقول العلماء أن كل واحد منا عنده حسد، لكن إذا حسد هون كيف النفس البشرية، أنا بحب أكون أنا أحسن إمام وأحسن قارئ وأحسن عالم، نفس بشرية. هون الحديث عن الإنسان مو المؤمن، المؤمن حديث عنه في القرآن غير الإنسان. الإنسان شوفوا الإنسان شو الحديث عنه في القرآن، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان ظلوما جهولا، وكان الإنسان عجولا، خلق الإنسان من عجل، إن الإنسان لربه لكنود، وكان الإنسان قتورا. الحديث كله عن الإنسان، صفة جبلة البشرية فيها نقص نقص. فقال العلماء هناك شرع وهناك طبع، فإذا انتصر الشرع على الطبع شو ثمن؟ الجنة. وإذا انتصر الطبع على الشرع الثانية. فهون بيجي اللي ما شاء الله تعلم ودرس في المسجد وأخذ من مشكات النبوة وكذا وتأثر، هذا ارتقى بالطباع الإنسانية الناقصة، شو بدي، هي مو إلي، الله يرزقه، الله يهني، الله يبارك له. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، مو علينا، لنا كله بتقديره. كان يحكي لنا الله يبارك بحياته ويعافي الحاج بهاء، حكى لنا قصه كله منه حكى لك اياها، انه كان في رجل بالشام، ما بعرف انت ابو عمر بتتذكر قصه تفاصيل اكثر مني، انه كان يسخروا منه الاولاد، وفي واحد هيك احد المجاذيل الدراويش طلعت الشيخ محدين على حسب ما حكى لي الحجي، انه كان يقول كله منه فيسخروا منه الاولاد وكذا. فاراد انه واحد بده يسممه أو كذا بطعام، والله ما عاد أتذكر، بعطاء رز كبة، فعطاء لأولاد طلعوا هدول يعني بمعنى أنه كل شيء من الله. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسه، قال العلماء توفيقا الأولانية، الثانية كسبا منك. لأنه شو قبل الله شو بيقول قبل هذه الآية؟ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. الله شو قال؟ قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فأول فائدة الاستعانة والاستعاذة بالله من كل الشر، الإنس والجن. ثانيا التفكر في هذا الكون والتدبر في آياته في الليل والنهار.
طيب ثالثا الانتباه الدائم لضرورة الالتجاء إلى الله من شر المخلوقات ولو كان أقرب الناس إليك. قصة سيدنا يوسف شو هي أبو عمر؟ أبوهن سيدنا يوسف مين هو؟ نبي، نبي، وأبوه وأبوه نبي، يعني لاحظوا العائلة، عائلة نبي وأبوه نبي، وأخواته حسدوا على منام، على منام، يا ريت حسدوا، حسدوا على منام، فابتلي بالمنام وطلع من السجن بمنام. أنا فاهم، لا قال له، قال له يعني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، لكن هو الرؤية شو هي؟ بقصد المنام شو هو يا حجي؟ المنام إنه قمر وشمس وكذا. فسيدنا يعقوب قال له هذا المنام لا تحكي لهم يا، لأنه موضع شو؟ حسد، يعني هو موضع إنه رح يجيبوا لك فيكيدوا. هون الشاهد العلماء ليش قالوا منام؟ قال لأنه بسبب هذه الرؤية رح يكيدوا له. هذه يعني الآية تقول، منطقة الآية شو بتقول؟ لا تقصص، تحكي لهم هالشغلة ليش؟ رح تضيع عينهم عليها فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان إنسان عدو مبين. فعلى مستوى منام قال له لا تحكي لهم يا لأنه رح تضيع عينهم عليه. فالعلماء قالوا أنه هذا نبي عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا سيدنا يوسف، وأبوه نبي، ومع ذلك أخواته يعني داءت عينهم. أحيانا أنت أخوك بتكون أنت ويا صغار بتناموا فرشة واحدة وتأكلوا سوا وتطلعوا سوا، لما بيكبر والله قال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، هذا رزقه سين وهذا رزقه سين زائد صاد زائد عين، الأصل أنه يساعد أخوه كذا، لكن أحيانا تصير مشاكل، هذا الأخ بيطلع على هذا الأخ، بيطلع أولاد هذا الأخ على أولاد هذا الأخ، هذا دول سافر وهدول ما سافر، وهذا حامل موبايل كذا وهذا محامل، هدول قصص مشاكل، فأخواتني تصير مشاكل. شو سببه؟ الحسد، حسد الإخوة. لذلك الإنسان مشان يحمي نفسه أولا لا يظهر النعم أمام من لا ما عنده يثق بإيمانه، ثانيا أن يحفظ كل يوم قبل ما نام يقرأ على نفسه هذه، وهي مجردة. مرة واحد يمكن أبو عمر أنت بعت لي إياها، أنه أحد العلماء في اليابان قال إن لكل شيء ذاكرة، والمي إلى ذاكرة، فأنه الماء إذا قرأت عليه قرآن أو قرأت عليه أي شيء يحتفظ بهذه الأمور، الميموري يسموها سيدنا أبو فايز مجمعة إنجليزي أنتم، أنه الذاكرة هي تحفظ. فهذا المي، هذا المي لما تقرأ عليه قرآن وتشربه تغسل تمسح فيه له أثر. لمن كان يوم، أنا الأمور ما بحكيها أنه ألزم فيها الناس، أنا أقول لك أخي هلأ الناس من جماعة بدنا نشوف، نحن ما بنآمن إذا ما بنشوف، سبحان الله بيآمنوا بذبذبات، بيآمنوا بال5G والما عم نشوفها طبعا، بس ما بيآمنوا بالأمور القرآن. المهم طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. من دروس هذه السورة الاهتمام بالتحصين الحسد والرقية الشرعية للتخلص من أثر الحسد على الجسد، وحرمة الذهاب أيضا يستفاد من إلى أشرار الناس من العرافين والمشعوذة والدجاجلة، وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من ذهب إلى عراف فسأله ما صدقه، في رواية فصدقه، هذه قصة ثانية، رايح يجرب أخي خلينا نشوف خلينا نضحك. في بعض الدول تمشي بسوق الشارع حاطي لك لقراءة الكف 300 ليرة، ففي ناس يقول خلينا نجرب نضحك عم نتسلى. من شوف النبي عليه الصلاة والسلام شو قال؟ من ذهب إلى عراف بده يتسلى فسأله، يعني بده يجرب، ما صدقه، لم يقبل منه صلاة ولا دعاء كم يوم؟ 40 يوم، ما يقبل منه. ليش النبي عم يقول هالكلام؟ مشان حتى مجرد انك تروح تدخل بها الساحة ما لك فيها. طب كيف؟ كما في الصحيحين من ذهب إلى عراف فصدقه، سده وقال له والله أنت كذا رح يصير معك كذا، قال عليه الصلاة والسلام فقد كثر بما أنزل على محمد. شو أنزل على سيدنا محمد؟ القرآن، يعني كثر بالقرآن، بعد عن الشر، ولا تغني له، ليش أغني له؟ لا تغني له ولا يغني لك، أنت ما تغني إلا للخير، صح؟ طيب اللهم صل على سيدنا محمد. أيضا من دروس هذه السورة الصبر على المكاره والتوكل على الله عز وجل وعدم الالتفات لتلك
الأراجيف والتنبيه على شر المخلوقات التي يمكن أن تؤذي الآخرين. يعني واحد يقول لك أخي أنا تعبت، أنا كذا، أنا جايني اكتئاب، أنت عندك قرآن مرة واثنين وثلاثة بس، راجع علاقتك مع الله. في واحد ما بيصلي بيجي بيسألني بيقول لي أخي أنا تعبان، تعال اقرأ علي. طيب أنت صليت؟ لا. ليش ما صلي؟ ما بقدر، بسمع قرآن بالضايق. طيب شو بتسمع قبل ما تنام؟ إيه عم يتفرج على سين وصاد وعين. أو أنا ضد فكرة أنه واحد هلأ والله أولاد 12 سنة و 16 سنة بصير عنده رعب، شو بيساوي؟ بيحط المنشاوي والحصري الله يرحمهم، حط قرآن قبل ما ينام فبينام على القرآن. الفكرة جيدة لكن آثارها بالنسبة إلي خبرتي في المستقبل غير جيدة، لأنه يرتبط القرآن بالخوف، يرتبط القرآن بالقبض، يرتبط القرآن فقط بمشكلة هو ما له علاقة بالقرآن، بس بيحطه مثل أنه عم يسمعه، مثل يعني بعض الناس والعياذ بالله بيكون طول النهار عم يذبح الحرام ويرتكب الكبائر، بيجي بالليل بيحط آية الكرسي، قال بيحط قرآن مشان ينام، قال مشان ما يفوت الشيطان على البيت. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب اللهم صل. ومقاصد هذه السورة التحصر بالله والاعتصام بالله والالتجاء إلى الله واللوذ به من الأشرار، وتقرير التوحيد بالله الخالص لا ضارة ولا نافعة ولا رافعة ولا خافضة ولا معطية ولا مانعة ولا باسطة ولا قابضة إلا الله، هذا معنى التوحيد. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. يعني بشكل سريع بعض الكلمات الغريبة، العوذ هو الالتجاء، الغاسق هو الليل شديد الظلام، وقب أي دخل في الظلام، النفاثات هم الساحرات اللواتي ينفخن في عقد الخيط، وهي للأسف موجودة. من أغرب القصص التي قرأتها في الحوادث أنه كان بعض الدجاجي ليوهم بعض النساء أنه بده يطالع منهم خيط أسود من جسمهم، وللأسف ترتكب محرمات وكشف عورات وخرابيط بسبب أنه مسكين هي بدها يعني بدها تخلص، بتتوهم. فالإنسان اللي غرقان يتعلق بيقولوا بأشياء، صح ولا لا؟ فبده يكون عنده يعني يتنبه لهذه الأمور. تفضل. نعم. لا، هي الآن أنا لو سؤال هام جدا، لو إنسان وجه طاقته إليك وظل كل يوم يقول لك أنا المهدي أنا المهدي أنا المهدي أنا المهدي، أنت أول مرة الحل عمر أنا المهدي أنا المهدي، آخر شيء أنت شو بصير عندك؟ بلكي والله ممكن أخي هذا يكون هو المهدي، ممكن يكون صادق، ممكن كذا. فكثرة الحاح والتردد، مشان هيك النبي قال لك لا تروح أصلا لعنده، لا تروح لعنده أصلا، لا تروح لعنده، لا تسأله. فهذول اللي بسوي الحركات وبيقول لك أنا جايب لك الزعفران مع الحبة السوداء مع العسل وما بعرف إيش، بيعطيك أوعى ولحد يمد إيده عليها بيعطيك أجواء وبيقول لك شو اسم أمك، هيك طبعا كلها هي خرابيط، ما دخل اسم الأم يعني أهم شيء، بيقول لك شو اسم الوالدة، آخر حرف دال زائد صاد زائد عين، برد لك خبر بكرة مشان يكمل المسلسل أكثر. فهم بنوهم هذا الزلمة. أنا عم بحكي لكم والله عن 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 ناس متعلمين، يعني بيصير بيخاف يقول لك أخي الله خليك ما عندنا مشاكل، عندنا أولاد ملكي صار علينا شيء. أنا أقول لك هؤلاء لا حب ولا كرامة، ما لهم كرامة ولا شيء، ليش؟ مشان ما نوصل لهالقصة. قل لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا، واعلم أن الخلق هيك. النبي قال جواب على سؤالك، لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني أنا لو الله كاتب لي مثلا بدي أشرب كاسة هالليمون، كانت عن سبب هذا طريقه أو غير طريقه كاتب لي، إذا مو كاتب لي لن أصل إليه، إذا في شيء بده يوصلني مو بسببه. يعني في بعض الناس بيقول لك هذا الرجال بده يبعدني عن زوجتي أو بده يبعد زوجي عني، وفعلا أعطاني والله استفدت اعتقادك أنت. لذلك كان يقول علماء الاجتماع من اعتقد بحجر نفعه، لما أنا أعتقد بشيء اعتقادك هو اللي وصلك. هناك شغلة بعلم الاجتماع اسمها أثر الهوى بالاعتقاد، أثر الهوى بالاعتقاد. يعني لو جبنا امرأة إنها لابنك سرق، أول جواب بالله شعور شو بتقول؟ أنا بحلف عنه يمين مستحيل ابني يساوي هيك. شو الناس بتقول؟ الأرض بعين أمه غزال. لا، هذا لأنه بتحبه كتير فأثر حبها
أثر حبه في اعتقادها. فأنا لما أعتقد شيء بيأثر بسلوكي، أنه هذا فعلا هذا الزلمة عنده شيء لله. وهذا للأسف نراه مو بس عند الدجاجلة، نراه حتى عند بعض الذين يدعون العرفانية وينتسبون زورا إلى التصوف النقي الرائع، بيعطيك أجواء بيقول لك مثل هذا بعثوا لي على على اليوتيوب العارف بالله وما بعرف ايش، بتطلع مي من تحت من الارض وبتروح على استراليا وما بعرف ايش، وساله المذيع قال له شلون يعني، قال له هي اسرار، يعني بيعطيه اجواء خاف. ف الجن موضوع ثاني. قال تعالى عن فرعون فاستخف قومه فاطاعوا، يعني هو شاف عقلهم صغير فاطاعوا. اما هم لما قالوا له شو قال لهم ما اريكم الا ما ارى، قال لهم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، سيدنا موسى والعياذ بالله أنه مهين، مين هذا مين هذا، ولا يكاد يبين، أنا مو شايفه. هلأ بلغتنا هلأ أنا مو شايفه، وهي هي موجودة بالقرآن، ولا يكاد يبين، من أنتم، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هيك دردش اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظنا ويحفظ أولادنا وأن يحرسنا بعينه التي لا تنام. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يضام، فلا نهلك وأنت رجاؤنا، فلا نهلك وأنت ثقتنا، إن قطع رجاؤنا وحقك إلا منك، وخاب أملنا وعزتك إلا فيك. يا من أجاب نوحا في قومه، ويا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، نسألك بأسرار هذه الدعوات المستجابات أن تحفظنا وتحفظ أولادنا وأزواجنا، وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام برحمتك يا رب العالمين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ربي وذرأ وبرأ، نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ربي وذرأ وبرأ، نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ربي وذرأ وبرأ. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وتقبل الله منكم جميعا وجمع مبارك إن شاء الله.